السلام عليكم ورحمة الله. للبيع شقة في منطقة يمرة كاشستو، الدور الثامن، شقة رقم 22، مساحة الشقة 150 متر مربع. ندخل نشوف الشقة. أول ما نجي هنا المدخل عندنا، على اليمين على طول الصالون، ما شاء الله تبارك الله، مساحتها واسعة وشرحة. عندنا الإطلالة هذه من الصالون، طبعا لها بلكونة مشتركة ما بين الصالون والمطبخ. نطلع نشوف البلكونة ونشوف إطلالتها. إطلالة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. نرجع نشوف باقي الشقة. نجي على اليمين عندنا المطبخ، طبعا زي ما انتم شايفين دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. عندنا هذه البلكونة المشتركة بين المطبخ والصالون. طبعا نظام التدفئة تدفئة مركزية عن طريق الفحم. عندنا هنا دورة المياه الأولى وانتر كرامة، دورة المياه الثانية والبانيو. نجي نشوف الغرف. عندنا هنا الغرفة الأولى، وعندنا هنا الغرفة الثانية، أخيرا غرفة النوم الرئيسية، طبعا لها بلكونة خاصة فيها ومروش. هذه البلكونة من غرفة النوم الرئيسية. طبعا الشقة داخل مجمع سكني. عندنا في المشروع راسات أمنية، كاميرات مراقبة، مواقف سيارات مغلقة. الشقة قريبة من المطار ومن ميدان طرابزون، تبعد عن المطار تقريبا 10 دقائق، ومن ميدان طرابزون تقريبا 15 دقيقة، وأيضا قريبة من جواهر مول. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.